في أجمل صورة، والسليف كوليبالي في مهب الريح، كرة مخالفة مشاهدينا متابعينا خطيرة لتيفان المالي، القامات الفارعة مطلوبة، دريسات ياكيتي سليف كوليبالي جدار بسبعة لاعبين من دفاع الجالاتا سراي بخميس رقم 21 إدغار سري. قد يبعنا موكانشو صاحب الخميس رقم 8، من سيكون الغدار؟ يتقدم موكانشو، لا أوريليان شيتشو يصد تلك البعيدة، خلف الدفاع لجالاتا سراي نيكولان كولو بامتياز، يرجع الأسود إلى الصولات. شوف يعني قوة الاندفاع البدني من جانب اللاعبين بدون رحمة، الهجمة الكاميرونية خطيرة وقوية، انتظار التوزيع يوز، لا يوزع، ودريسات ياكيتي رجل الأمان في وسط دفاع منتخب مالي. موكانشو، بنجامان موكانشو باليمين في الدقيقة 62، مهاجم الرمز الفرنسي، والحيرة من سميلات ياكيتي، هذا هو اللي أعطى الحيوية في وسط الميدان الدفاعي للمنتخب الكاميروني. سيدو كايتا، سيدو كايتا يوزع كرة بالرأس، باكاري ساكو بعيد عليها، أويونجو وضيع على المنتخب الكاميروني، يوزع في القلب الثاني جوزيف أوندوا، ميلاد حارس عملاق بتايمينغ ممتاز، خليفة لجوزيف إنكونو، خليفة لجوزيف أنطوان بيل، خليفة لإدريسا كاميني، هو جوزيف أوندوا الخليفة الأخير لشارل إيتانج. هذه الكرة الكاميرونية، أوري بيتيمو بعيد عن الكرة، استرجع إيريك شوبوموتينغ كابتن المنتخب، يعاني بالتعب الفريق الكاميروني. فرانكا تأمين من أدما تامبورا، سامبو سامبو يا تامبورا، هدف ناري، هدف ناري ناري، السبور المالية تمتهن الأسود الكاميرونية في هذه اللحظات الكروية، بركان لا يجان سبور مالي تمضي ولا تبالي، إسبقية مالية ذهبية ومثالية، هذه الكرة سيدو كايتا في البداية، سامبو يتمري بصاروخية عابرة للقارات، يدخل الشباك الكاميرونية وتهيج الجماهير المالية، سامبو يتمري. أول سيناريو في المباراة مشاهدينا الكرام عن طريق السامبو ياتاباري، متوسط ميدان كينكو الفرنسي يعطي هذه الأسبقية ويفرح الجماهير المالية. الآن السبور دفق الانضباط مع أسود الكاميرون في هذه اللحظات، كاميرونية عودة دفاعية مالية، الضمائد اليمين أويونغو، أويونغو سميلات ياكيتي سويسري ولاعب السابق لفريق سنغال، ترجع كرة للدفاع المالي،
تقدم بها ساعات الدخول. عملاق من عمالقة التركيبة المالية دونجو دومبيا. بعيد الكرة على أوري بديمو مدافع أولمبيك ليون الفرنسي. أوري كاسبيرشاك يطلب التغيير الآن. وصول لدوني دومبيا وأمامنا لاعب تولوز الفرنسي. إدريسات ياكيتي لساليف كوليبالي. خطورة كاميرونية سريعة وقوية. بيتيمو مرة أخرى وسوميلا إدياكيتي في الإنقاذ. ترجع كرة بهجمة لبكاري ساكو. استرجاع سريع للكرة من جانب المنتخب المالي. المخالفة مخالفة للصباع. منتخب كاميروني بكامل الجراح. باكاري ساكو سرعة الإنجاز من جانب منتخب مالي اللي يلعب براحة. تعود الكرة الكاميرونية يخسرها بصراحة. منتخب كاميروني متواضع في هذه المباراة يا حسرة. لكن التفوق العددي اعتداء بالرأس. اعتداء بالرأس هذا أكيد. الورقة الحمراء قد تأتي الآن مشاهدينا الكرام على أبو بكر فانسون. أبو بكر إذا كان الحكم المساعد يرفع الراية سيخرج الورقة الحمراء. هذا هو الاعتداء بالرأس من أبو بكر فانسون لاعب إف سي بورتو. الحكم الزامبي ساكيتوي يهدأ في اللاعبين. لن يعتمد ربما الورقة الحمراء. كرة التماس من أوري بديمو. تعود كاميرونية. بديمو مرة أخرى تماس كاميروني. شيتشو كورة موكانجو وحده وحده. موكانجو يعطي التعادل للمنتخب الكاميروني. سبعة دقائق من نهاية المباراة في أصعب الأوقات. هو بنجامان موكانجو. كورة رائعة. الصوت ينتفضون. عودة من بعيد يا حبيبي من بعيد. أويانغو المدافع الأيمن جاء من بعيد ليأتي من جديد. وهدف من حديد. أويانغو. واحد واحد مشاهدينا الكرام. أويانغو المدافع الأيمن الممتاز. هذه هي الكرة. وفرحة كاميرونية في المدرجات الغنية الاستوائية. إثارة كبيرة مع نهاية اللقاء. المنتخب المالي يخسر الأسبقية. التسويب لم يكن جيد. فولكر فينكر يتنفس السعداء. جماهيره تعيش في أحلى أجواء. مايغا موديبو مايغا الذي لم يلعب أي مباراة في التصفيات مهاجم نادي ماتس الفرنسي يأخذ مكان مصطفى تبري. كاميرونية في المدرجات في استاد نويفو دي مارابو. خمسة دقائق من نار ستكون مع نهاية المباراة.
شعر. مباراة مفتوحة لكل الاحتمالات. هات فنونك هات. موكانجو موكانجو اوه تسلل. نعم بيتيمو اوف سايد. منتخب كاميروني يريد الثأر من جديد، يريد ان يفتك اول اسبقية في المباراة. تعدي الكرة بيتيمو موكانجو في وسط الميدان، عكسية كاميرونية، تنتقل الكرة بسرعة ورائعة لكن بعيدة، بعيدة الكرة. موكانجو وراء كل الكرات حاليا، كرة راول لوي والهدف عبر إيونغو. متوسط ميدان دفاعي بكل على طريقة القيس لفرانس بيكن باور، وأويونغو على طريقة كارلوس ألبرتو المدافع البرازيلي في مونديال 70، يأتي من بعيد ويفرح أنسارو وحارسو. قادة الكاميرونية الآن مع نهاية المباراة. صعبة هي الأوقات، لا نريد أن نكون في مكان المدربين واللاعبين. الشد العصبي موجود. سيدو كايتا وأنري كاسبرجاك لم يعرف المحافظة على النتيجة. فرنسي بول ليغوين. اللحظات الأخيرة في الوقت الأصلي والطبيعي مشاهدينا الكرام. إمكانية أدماء تامورا للمنتخب الألماني في آخر لحظات، هل تكون غدارة؟ سيدو كايتا تمر الكرة. ساكو بهفوة من راول لوي، لعب الارتكاز، سحب التمريرة الحاسمة لأويونغو في هدف التعادل للمنتخب الكاميروني. يعطي كرة ثابتة، قد تكون ثابتة للماليين. إذا مشاهدينا الكرام فرصة كبيرة مع نهاية الوقت الأصلي والطبيعي. انتهت المباراة، نلعب وقت بديل. والمنتخب الكاميروني في خطورة كبيرة. 4 دقائق من قرار السفير الزامبي لسواكي زوي. سيدو كايتا باليسار، سيدو في حاجة لاستنفاذ مقصده وأرشيبه. سيدو في حواره مع فابريس أوندوا. الإفارة سيدو كايتا على يمين الحارس أوندوا ويكون غدا. سيدو كايتا على يمين الحارس. سيدو صد جول جول جول. حكم يقول الراية والصفارة، فرحة وما تمت شيء للجماهير المالية. غريبة هذه الكرة، أعطينا الصورة سيد المخرج لنتأكد من ذلك. أنري كاسبرجاك يقول لا، والسامبو هو نفسه صاحب الهدف المالي، كان وراء الكرة. سامبو يتبري أمامنا. على كل هدف أبيض للمنتخب المالي. هنالك ربما تسلل صحيح عند انطلاق الكرة. سامبو يتبري، كان في موقع متسلل. قرار الحكم الزامبي ساكي سوي، لكن خوف كبير، رعب مثير دب في نفوس الكاميرونيين. الحكم حاول البحث في محور الدفاع. التأمين من إدريسات ياكيتي. اللحظات الصعبة، الخوف، كل الخوف. هذه كرة كاميرونية، إمكانية التصويب، المرور. هنالك راية، هنالك راية، تدخل قوي جدا من السومريلات ياكيتي. حقيقة مشاهدينا الكرام عشنا أجواء ممتعة مع هذه المباراة.
بين الكاميرون ومالي 1-1. تراوري الآن يأتي البديل في مكان لسامبو يعتبري. تبقى المجموعة الرابعة بكامل حسابتها بكامل عقاباتها. كان التعادلات في هذه الأوقات. طويلة الكرة وتأتي الصافرة للمخالفة. سينتهي الوقت بعد لحظات. آخر هجمة قد تكون للمنتخب الكاميروني. كرة طويلة من أوريليان شيتشو. فيتسون أبو بكر يطلب الكرة. استنى الكرة لم لا ما زال الخطر الكاميروني. أدم أسوأ في هذه اللحظة. يعلن الحكم الصامبي على نهاية المباراة بتعادل إيجابي 1. لتبقى وضعية المجموعة الرابعة لحالها بعد تعادل كوت ديفوار وغينيا. لكم مني مشاهدينا متابعينا أجمل تحية في باقي المواعيد الكروية. أعود الآن من جديد إلى الأستوديو التحليلي رفقة الزميل هشام الخرزي. سلام. مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. شكرا لزميل رؤوف خليف. المنتخب الكاميروني يكسب نقطة مهمة جدا لأنه لا يستحق هذه النقطة في النهاية. المنتخب المالي بالعكس يخسر نقطتين لأنه المالي كان جدير بالانتصار وكان يستحق الانتصار، هذا مما لا شك فيه على طول المباراة. نذكر بالهدفين طبعا لهذا اللقاء. هدف لهدف. الهدف الأول يتبرير الكرة تمر أمام الدفاع ويتمكن من مغالطة الحارس، هدف الأول. ثم من الأخطاء النادرة جدا اللي ارتكبها المنتخب المالي، الأونغوا يستغل هذه الكرة ويتمكن من تعديل النتيجة. سنتوقف قليلا أعزائي المشاهدين ثم نعود للحديث عن هذا اللقاء. فابقوا معنا. سلام. أطبال وكرة إلى الجناح. درس درس في استغلال التفوق العددي. عملية تحرير الجناح رقم 6 دليل شيشكاريف المتعلق الكرة إلى لمسة واحدة ثلاثة والأخيرة في الشباك والأخيرة في الشباك. لاكازيت في هذه الأمور لا يسامح. كازيت لا يرحم. خاصة الضغط على حامل الكرة هو اللي أجبر اللاعب على تضييع الكرة، ولكن كما قلت ديدي خاصة اللمسات السريعة وفي لمسة واحدة 1-2-3 أصبح أمام لاكازيت خرج لي وحده ولهذا